السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لالا فاطمة السلام عليكم. أهلا السلام عليكم سيكو ريبان. حياك الله بنتي. أنا بنتها. بنت لالا فاطمة، مرحبا لك أمي. أيه جزاك الله سيكو ريبان وخير. العفو بنتي، مرحبا. الله يعطيك الصحة سيكو ريبان، بغيت عندي واحد الأمنية وعندي واحد الحلم. أيه. وبغيت ربي سبحانه وتعالى يحققه لي. يا رحمن يا رحيم. معايا واحد الدعوة من عندك والناس إن شاء الله يقولوا آمين المستمعين. يا رب يا رب. وهالوالدة ديالي بغات تهضر معاك، راه من شحال هادي وهي كتسنى غير فوقاش تسمع صوتك. مرحبا بك لالا، مرحبا. أهلا سيكو ريبان. أهلا وسهلا، السلام عليكم لالا. سلام سيدي، الله يكثر من مثالك. الله يحفظك لالا فاطمة. ويجعلك إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هاد المكالمات وعلى هاد الشيء اللي كديرنا، راه النيت ما كانش بحالك. استغفر الله، الله يكثر خيرك، الله يكبر بك لالا. رحمة الوالدين سيدي ويعطيك الخير ويطول عمرك ودعي معنا عافاك الله، رحمة الوالدين. يا ربي لالا فاطمة يا ربي يا كريم. ودعي مع هاد البنية حتى هي راها جالسة هذا غير بلا قراية، لها قراتين عيات وراها جالسة. الله 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 يسلمك، باقا ما تزوجات. الو السلام عليكم سي كريبان. السلامة بنتي. قلت لك سي كريبان إذا كان ممكن تعطينا النمرة ديالك، والوالدة ديالي توترت ما قداتش تهضر. لا إلا قالت لنا بأنك أنت هي البنية ديالها ما كملتش القراية، أش كديرها بنتي في الحياة؟ لا كملت، وصلت ليستية وخرجت صافي وجلست. الله. ودابا راني قدمة على واحد العمل وراه عندي واحد الأمنية وواحد الحلم وبغيت ربي سبحانه وتعالى. يا ربي بنتي. يا ربي بإذن الله، بإذن الله يا بنتي، يا ربي بإذن الله، الله يكمل لك الرجاء بنتي يا ربي، الله يكمل لك الرجاء. يا مرحبا، أنا ما تندوزك الستوندار يعطوك الرقم إن شاء الله تعالى. واخا بارك الله فيك السي كريبان، جزاك الله خير. الله يحفظك بنتي، والحمد لله راه عندك دبلوم. هاد الكلمة اللي قلتي رغم أن لها صدى إشهاري، هاد الدبلوم راه عنده وزنه، هو مطلوب في سوق العمل، وإن شاء الله تلقي فرصة ديال العمل. لكن كنلقاو واحد تنبيه، الشباب ديالنا الحاصلين على دبلومات سواء خريجي المعاهد الحرة العليا في القطاع الخاص، وسواء الذين تخرجوا من الجامعات تاع الدولة في تخصصات دقيقة، ربما الإنسان يحتار. قد أقول ربما في المواد الأدبية سوق العمل ضعيف، إنسان خريج دراسة إسلامية، خريج أدب عربي، خريج تاريخ وجغرافيا، خريج فلسفة وعلم اجتماع، كنقول ربما قد يجد مبرر أن الفرص العمل قليلة. ولكن أن يكون طبيبا خريج كلية الطب، وخريج كلية الاقتصاد، وخريج كلية هندسة، وخريج فيزياء وكيمياء، وخريج بيولوجيا، وخريج إعلاميات، هذا حمق وجنون. كيف أن هؤلاء لا يشتغلون؟ وإذا تم توظيفهم في توظيفات بعيدة عن تخصصهم، تلقى واحد المجموعة منهم كيقرأ ونهار كيتوظف كيعطوا خدمة بعيدة عن التخصص. ملي كيقول لهم لا أنا بغيت التخصص ديالي، يقول لي أحمد ربي وشكره راه كاين اللي قام لقاها. هذا ضرب من العبث. لابد أننا نعرف بأننا نحن مسؤولون جميعا، الدولة دولتنا، والحكومة حكومتنا، والشعب شعبنا، والشباب شبابنا، وكلنا نسير في سفينة. هذه السفينة لابد أن تكون فيها قيادة رشيدة محكمة، ولابد أن نستخدم العقول التي أعطانا مولانا عز وجل. لماذا ربنا أعطانا العقول وأعطانا حسن التدبير؟ لكي نفكر. الحمد لله احنا ما محتاجين اللي علمنا التفكير، لأن عندنا المستشارين وعندنا الخبراء ما أكثرهم. فما الذي ينقصنا؟ ينقصنا واحد الإرادة سياسية قوية. للأسف اللوم أولا يعود إلى الأحزاب السياسية في بلادنا اللي وضعت السلاح ديالها وتخلت عن وظيفتها. الأحزاب السياسية في جميع الدول دورها هو التأطير ديال المواطنين. الشعب كتأطروا عن طريق الجمعيات وعن طريق الملتقيات وعن طريق الحضور المكثف. الغياب دابا عند الأحزاب ما كاينش. ثم الدور ديالها أنها تمثل في الحكومة وتقدم اقتراحات وتقدم برامج وعندها مبادئ وأهداف وأولويات، وكيكون واحد صراع في الحكومة من أجل إنجاز الأهداف. اليوم كنلقاو صراع سياسوي، سياسة سياسوية اللي غير خصام شجار مصالحة، هذا لا يهم المواطن. المواطن محتاج إلى
الى تدبير حسن. غير اليوم كنسمعوا للاسف الشديد الاساتذه اللي هما بالعقده كاين العقده سالات هذه الايام. ماذا يفعل؟ هناك عقده ديال ملحق عقده كاين اللي رفض يسني عليها كل هذا مشكل كبير. كنبقاو في حيتيات والبلاد ديالنا خسر الخدمه، بلاد ديالنا خسر الشباب يخدم، خسرنا مشاريع تنمويه. حنا راه بلاد باقا بكر، راه مازال حنا ماشي بحال اوروبا، اوروبا شاخت، اوروبا هرمت. اما مغربنا العزيز لا زال بكر، مازال عندنا مشاريع تنمويه خاص السواعد وخاص الشباب اصحاب العقول والادمغه والشواهد العلميه، وكل ميسر لما خلق له. دابا هاد البنيه بنت لاله فاطمه عندها دبلوم جيد في اقليم وجده، كيف ما تلقاش عمل؟ كيفاش كان المفروض انها تلقى مجموعه عروض عمل وتحتار اش تختار، واش هذه ولا هذه. دابا الان الشباب يقول لك ها اللي كاين، ها اللي كاين، غير نتخبى، وهذا مؤسف للغايه. نسال الله تعالى السلامه والعافيه. لاله ام فاطمه، ختاما باش ما نطولش عليك لان عندنا واحد الاسئله الكتابيه ديال الناس اللي في الفيسبوك يتابعونا. من اللي كتعصر الاشياء على الفتيات وبغات الفتاه ربي يكمل ليها الرجاء، هي قرات وما خدمتش، واش كتسنى؟ كتسنى ربي عز وجل يديها البيت العدل، يختار لها شي زوج يكون صالح. الا بغات ربي عز وجل يعطيها العمل والزوج الصالح والحياة الطيبة، خلينا من النقاش السياسي والأزمة الاقتصادية، خلينا من كل هذه الأمور ونلجأ إلى ربي العباد وإلى مالك الملك. راه ممكن يسخر لك، راه في ظل الأزمة كنلقاو ناس الحمد لله ما شاعرين بأزمة، جا وقت الخدمة خدموا. ياما شباب كنعرفهم صغار وتبارك الله 24 سنة 25 سنة وخدموا خدمة كبيرة أطر عليا، وكاين اللي في أقل من 30 سنة وخدم أستاذ في الجامعة في ظل هذه الازمه، وكاين كم واحد دار مقاوله صغيره ونجحت ليه وتبارك الله طلع وتزوجوا دار وليدات والخير موجود كيتدفق، ما كيعرفوا لا ازمه ولا نقاش حكومي، غادي غير في طريق الله تعالى. من بين المفاتيح المهمه باش ربي يعطي البنات ديالنا السعد ويعطيهم الزوج الصالح والرزق الوفير، من بين هذه المهمات اللي كتسهل قراءه سوره يوسف عليه السلام. ذكرناها من قبل للسجناء، السجناء أنهم في قصوة يوسف الله تعالى يكرمهم من السجن إلى قصر الملك. أما الفتيات اللي بغى يعطيهم الله القبول يشوفوا فيها الجمال، حيت كاين الفتاة اللي جميلة غير منظورة ما كتبانش، باش تعود منظورة وعلى السر وفيما مشات قدمت واحد سيفي ديبلوم تخدم، عليها أن تقرأ سورة يوسف عليه السلام، خصوصا ذاك المقطع لما كان يوسف في دار العزيز، ولما رأته النسوة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا المقطع من الآيات القرآنية من كرره يعطيه الله القبول في الوجه وفي الصورة وفي الكلام وفي المنطق وفي الرزق والقبول في كل مكان. ما غيرش يخدم خدمة يقدم السيفي غدي غوتوليه، ولكن يقرب اليقين ويقرب الصدق، لأن هذه الصور القرآنية رغم أنها كلام رباني اللي هو في احكام وفي تشريعات وفي تعاليم، ولكن ما نساوش فيه بركات وفي نفحات وفي اسرار لا تعد ولا تحصى، ومن بينها مفاتيح الفرج. اسال الله تعالى كل من عنده ازمه او شده، اسال الله تعالى ان يفتح له الابواب المغلقه ببركه سوره يوسف، واسال الله تعالى ان يرزقه القبول في الارض والسماء بنور سورة يوسف، وأسأل الله تعالى أن يرزقه من حيث لا يحتسب بجلال سورة يوسف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.